كما كتشوفوا حنا غير في جبال الريف في تيزي فري اقليم الحسيمه. تبعونا تشوفوا المناظر كي دايرين. المهم كما كتشوفوا حنا غير في جبال الريف في تيزي فري اقليم الحسيمه. تبعونا تشوفوا المناظر كي دايرين. حنا في سويسرا ديال الريف. تبعونا يلا مرحبا. شوفوا المناظر كي دايرين. شوفوا ما شاء الله. شوفوا تقريبا السيمانه باش طاح الثلج. شوفوا كي داير مازال. شوف بحال الا طاح البارحه في الليل. شوفوا ما شاء الله. شوفوا على المناظر كي داير. راه كاين الثلج كاين الثلج. شوفوا 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 ها 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 تبارك الله. تقريبا تقريبا مترو تقريبا مترو. هاد البلاصه هادي كتستحق الزياره. وحاجه الوحيده اللي غنقولوا هي يحتفظوا على النظافه دائما. أميتها الزول أميتها الزول. قايد شوفوا الحال عامر تبارك الله ما شاء الله. الناس كيتزقوا. هذه راه بحيره بحيره متلجة. شوفوا يلا وتقرب شي بزاف البحيره باش تحرطوا في مشي. رقيب كادي يضرب. زبوكا يلعب زبوكا يمشي ميدا كوزينو هاك شخليطه برويطه هاك. بعد ما تغدينا وجلسنا ارتحنا جيت لهاد البلاصه هادي. شوفوا المنظر اللي هنا. شوفوا المنظر كي داير. الصراحه كاين هنا واحد المنظر اللي زوين بزاف بزاف. شوفوا دابا تقريبا السيمانه باش طاح الثلج ولكن شوفوا يعني بقى هادشي هكا. ندخلكم هنا الداخل. شوف يعني شوفوا كاين بزاف هنا غير في الجبال الريف يعني ما عندناش بزاف. شوفوا والثلج كاين الثلج بزاف. المناظر واعرين الصراحة. شوفوا المناظر. باش بالنسبه للناس اللي عارفين الريف يعني ما فيهش سميتو ما فيهش الثلج. راه كاينين الجبال اللي فيهم الثلج وكاينين بزاف يعني ماشي شويه. شوفوا الثلج شوفوا الشجور يعني السيمانه هذه باش طاح الثلج. وشوفوا تبارك الله شحال الثلج وكاينين الناس يعني كاينين الناس بزاف. جاو الناس يعني يبدلوا الجو شويه. شوفوا على مناظر. شوفوا والله الى واحد المنظر اللي عجيب. احنا دائما في تيزي فري نواحي تارقيست اقليم الحسيمه. شوفوا على مناظر يعني بنادم الى بغى يجيب ولادو يديروا الجروب
يخرجوا شويه يتسالوا شويه. يعني كاين مناظر واعرين يعني يستحقوا الصراحه الزياره، يستحقوا الزياره. والرساله اللي غنوصلوا للجميع هو يحتفظوا على الطبيعه من ناحيه النظافه. هذا المجمع كلا ولا دار الماكله هنا ولا شي حاجه، المهم يجمع الزبل. وي هاكا يسيرت نرجع له الجروب ديالنا حتى هما راه كلاو وسالاو. عجبني ندور في هاد البلاصه. ها راه حيد راه حيد حسين تزاد راه حيد تزاد المنظر راه حيد. واو شوفوا والله العظيم الا تمشي للافران تمشي للافران وما تلقاش الديكورات بحال هادو. انا كنمشي وكنضرب وما نعرفش شحال ديال الطريق. اوف شوفها انا دخلت في التشكه كنمشيو للعفران كنمشيو حتى مش ليفن وكنلقاو يعني الثلج في الارض وصافي، يعني ما كاينش شجر بحال هذا. الا بغيتي تمشي للشجر خصك تطلع الفوق في الجبال. هنايا غير حدا السياره يعني حدا الطريق كتلقى كل شيء الثلج الشجور المناظر والواعرين. انا جالس هنا هذا هو الكرسي ديالي. ها حسين انا شقى قيمه صافي والله والله الا واحد المنظر اللي زوين بزاف. راه حيد راه هو غرق شي حاجه حسين حتى هو كيدير لي فلوق. والله العظيم الا مناظرين واعرين. حنا كنضربوا الطريق ما نعرف حتى فين باش نمشيو للثلج نتاع بالثلج. والله الا حنا حدا حنا في سويسرا، حنا في سويسرا يا حدا الباب يا حدا الباب. حنا في سويسرا غنمشيو نصورو انا والصديق ديالي. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يشوفوا التصاور سميتو غيتبعوني على الانستغرام ديالي، غنخلي لكم في الصندوق الوصف ان شاء الله. كندير تصاور واعرين ديال الرحلات دائما وتشوفوا الاستوريات ديالي دائما دائما الاستوريات ديال يعني الحياه اليوميه ديالي. كنتعطلوا باش ندخلوا اليوتيوب ولكن سميتو الانستغرام راني تما دائما. مرحبا بكم. الله باش ننوض خصني سي شكون اللي والله الا ما نقدرش ننوض. اوطواح اوف انا جلس نجلس ولكن باش تنوض والو ما تقدرش تنوض. كاين بزاف ديال الثلج صراحه كاين بزاف بزاف. حسين كسي مخاس قناه سنان تفايثه بغا تفايثه بغا كسي سنان كي دابا غير صغير يطج كاين نورمال. واو دابا صح دابا دابا تفضلت باش تبكي. شوفوا على منظر جينا هنا الصراحه ما كنتش كنتوقع نلقى ثلج بحال هكا، ولكن الصراحه كاين ثلج بزاف وقريبه الحسيمه ماشي بعيده على الحسيمه. وكنتمنى من المسؤولين ان شاء الله ولا شي واحد يبغى يدير شي مشروع يدير شي مشروع هنا ديال الثلج بحال السكي بحال بلانشا بحال داكشي ديال لي زاكتيفيتي. وكنتمنى ان شاء الله من المسؤولين ولا الناس اللي قرابين يديروا شي مشروع هنايا الصراحه. شوفوا على منظر الناس كيجيو يعني قرابين وحنا حنا افران بعيد علينا الصراحه. كاينين المناطق هنا في الريف يعني نقدروا نديروا لي زاكتيفيتي هنايا.